أكيد قرارات المؤسسة العسكرية التي تنص على البقاء في الإطار الدستوري هي قرارات جد رشيدة. الناس الحاجة اللي ما على بالهمش بيها سيكو احنا نشوفوا غير الداخل وما على بالهمش واش كاين في الخارج. دونك البقاء في الإطار الدستوري أمر جد جد مهم. كي يقولوا احنا بقاء في اطار دستوري، دونك لازم الحراك ولازم ممثلين الحراك يتعاملوا مع المؤسسات الشرعيه والمؤسسات الدستوريه في الدوله. الحوار يجب ان يكون بين المؤسسات الدستوريه وبين الفاعلين في الحراك معارضه او شباب غير متحزب، شباب اللي مثل الحراك. ما يمكننا ان نعيبه اليوم على الحراك سكو ما قدروش يلقاو التمثيل اللي هو يذهب إلى هم أصلاً ضد يعني التمثيل، يعني حتى التمثيل سيتم تأميم هذا الحراك. لا يمكن أن نتحاور مع 25 مليون جزائري، هذا من المستحيل. كيفاش أي مؤسسة، أي أشخاص، أي رئيس، وريلي الشخص اللي حيقدر يتحاور مع 25 مليون جزائري في الشارع. الطلبات تاعهم كي تشوفي لي بونكارت، كي تشوفي الحوارات التلفزيونية، كي تشوف كي تهبطوا بالميكروفون تاعكم للشارع، كي تهبطوا المطالب راهي بالآلاف. الحراك رفع سقفه يعني ماشي رفع السقف، معليش رفع السقف من حقهم، لكن كي طلب المطالب في الولايه هذه ماهمش كيما المطالب في الولايه هذه، المطالب في ساحه اول ماي ماهمش كيما المطالب.